مليح الخوت مليح، الله يبارك المولى ان شاء الله. خويا المرضي على الامانه ديال خويا، كيبقى علينا تقليد هادشي. سوق الحد بو عقبه. هي الله يحفظك ولاد موسى، الله يبارك. تبارك الله اللي بغاهم الخوت راه يتصل بالاخ حوليات، راه ملاحه تبارك الله. انا كاين المليح الله يبارك ييسر لكم الامور. المشره 48 الخوت، من 45 حتى 48، من 2250 درهم حتى 2400 درهم تبارك الله. الله يبارك تبارك الله. 63000 ريال، 3150 درهم. اللهم بارك. شحال من راس هي هذه؟ 12 راس. سلام الله عليكم الخوت، حياكم الله. اليوم الخوت تتواجد في سوق اربعاء الفقير بن صالح. بلاتي يا ولد عمي، بلاتي بلاتي يا خويا بلاتي. سير على الله سير. سوق اربعاء الفقير بن صالح الخوت، تقديت 40 راس. اللهم بارك. مليحه. المتتبع ديالنا من زاويه سيدي اسماعيل، مرحبا بك خويا، راني تهليت خويا، درت اكثر من جهدي الحمد لله. انا تقديت لك خويا 40 راس مزرده قرقاع ديال الغنم، الله يبارك بارك الله. الله يحفظك، الله يرحم والديك. اليوم راه فيديو جديد الخوت، تاريخ 15/11/2023. الله يحفظك، حياك الله. ها بلاتي بلاتي، هز هز هذاك، هز. خلا تجمع، خلا تجمع، زر واحد اخر، سرح هذاك، سرح هذاك. السلعه الخوت هنا راه المشرى شاري فيها الخوت، شاري من 56 ل 58، 2800 درهم، 2900 درهم، ولكن راه المليح. خويا المرضي راني بغيت نبرعك اخويا، بغيت نشري لك غنم ديال الصح. الله يبارك، تفضل اجي. اللهم بارك، راه غنم ديال الصح، الله يبارك، غنم ديال المعقول. اللهم بارك، تبارك الله. الله يبارك، كما سمعتوا الخوت 40 راس مليح الخوت، المليح المليح، الله يبارك، بارك الله، اللهم بارك. خلا تجي، خلا تجي، خلا تجي. سير خلا دوز واحد واحد، والحشومة ممنوع. سلعة الله يبارك تبارك الله، زر واحد اسمه محمد. سير اللهم بارك، سير سير سير. سير الله يبارك، خوت نسالكم الدعاء. راه تنديروا أكثر من جهدنا الخوت مع المتتبعين الحمد لله. ها السلعة باينة على وجهها، المليح المليح، غنم غنم ديال الصح. سير وليدي من اللي من ديك الدور من اللي. نمشي مع واحد واحد السلعة، 40 راس قرقاع الله يبارك، غنم مسنحة ومجبدة وطولة طولة وقرن وكل شيء. فيها واحد اللي فرط أسرة عنده قرن قران صغير، قران ديالو صغير. بلاتي اسمه محمد، بلاتي بلاتي. بارك الله خويا، المشرى 56 58 بالشري. راه المليح الله يبارك، تغلم كلها طولة 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 تبارك الله، مسنحة الغنم الله يبارك، الله يبارك تبارك الله. تلقى اسماعيل، تلقى تلقى اسماعيل، تلقى الله يبارك تبارك الله. راه المليح الله يبارك تبارك الله. راه سير ها الله يبارك المولى، راه زهرو قعد 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 على الكارو، قعد على الكارو. يلا سير اسمو محمد، خرج من الزنقة، خرج من الزنقة وسير اتساع. بارك الله، صلوا على الحبيب الخوت، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الخيرات تبارك الله اللي تقديت اليوم، اللهم بارك. دوز واحد 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 قدام الكاميرا، بارك الله. معنا تنشارجيو ونكمل لكم فيديو في السوق، ومرحبا بالاخوان. اللهم بارك، تنشارجيو الخوت. بلاصينا حل البلاصه هنا مضيق، موالفين تنبلاصيو في اتساع، ولكن فيها خير. اللهم بارك تبارك الله. مليح الخوت، مليح الله يبارك المولى ان شاء الله. خويا المرضي على الامانه ديال خويا، كيبقى علينا تقليد هادشي. السلعه ديال خويا راني تهليت خويا، اللهم يسر. بغيت نشري لك غنم اللي تفكرني بها ان شاء الله، وتقول لها عمرها هذا لما يتحمر لك وجهك ان شاء الله. غنم غليظه من بلاصتها، حاولي من بلاصتو اخر، مفصل وطوله وكل شيء تبارك الله. غنم تاعها راه الله عمر لها الدار. خالة مصطفى، خالة يا خويا. سير تعاونوا تعاونوا الدراري. 10 ها؟ ديروا 13 صافي، ديروا 13 تحت، ولا زيد زيد شي جوج، زيد واحد جوج زيد.
خليها تجي متيسه، خليها تجي متيسه. لا ما تجي مرحة الطوموبيل متيسعة ولا ما تجي متيسعة كاين الحمد لله. الله يبارك. سير الله يسر. اللي بغى يشري غنم مليحة راه يجي لفقي من صالح الله يرحم الوالدين. اللي باغي الغنم مليحة يجي لها ربعة ديال القنصار. الله يرحم الوالدين، الحق وسري الغنم. الله يبارك. تلقى اسمعي تلقى. ما سرقنا عندنا الخوت راه ما بقاش عندنا غلمش حنايا يعني مثلا بتلم هاد الربعين راس من سوق واحد ما تجمعش لي صافي بركه بركه ود عمي ما يهودوش ها صافي اش رجعوا اش رجعوا الدراري اش رجعوا لا 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 ما طيحش ما طيحش ما طيحش تعاونوا تعاونوا وترجيو الله يسر الامور. المرأة مليحة الخوت اللي خاصها شي سلعة بحال هذه راه مرحبا به ومليون ألف مرحبا راه بحال شرا لي الأخ ديالو عيب ممنوع غلم غلم على على وجهها كي مخلوقة كي باقة ما مزوقينها ما دايرين ليها سميتو ما مقسمة ما مقسمة ما دايرين ليها ما غاسلين ليها وجهها ما دايرين ليها لا لا داكشي ما دايرين خلي الخروف على حالته كي مزيود يبقى ورزق الله راه الله اللي تيرزق أما نبقاو نزوقو ديك الزواق هو اللي ويبيعنا غلم ورتا حاجه ما بقات ندرك الخوت راه الثمن راه باين واضح وبين اي واحد راه ولا عارف راه ما بقات واحد غافل الثمن راه معروف في السوق غلم باينه على وجهها حاجه بقات ندرك راه كلشي ولا عارف الناس كلها ولا الناس والناس ولاو جالسين في ديورهم ولا في الخدمه ديالهم ولا تيتفرجوا ولا تيتسوقوا بغيت نتسوق الحمد لله ولات السورجي ميديا ديال اسواق اسبوعيه الحمد لله كلشي ولا عارف حتى واحد ندرك عليه شي حاجه الخوت بركه وبركه وبركه بركه بركه الدراري بركه بركه صافي سير يلاه دير وادي هي قدام ديروها قدام سير سير هاد المولي بقاو الاخرين لا حيد حيد دير الراس حيد ود عمي حيد لا حيد اخويا الله انت راه حيد طلع الراس سيد ادفع ادفع اسم محمد ادفع طلع الراس حيد راه بطلع شد الباب شد الباب هاكا قطعتي يا اخويا صاحبي راه بطلع اخويا راه تنديروا لها الراس الباب من الاخر طلع الراس اخويا حيد اسمعين حيد اسمعين شد داك الباب اسم محمد حيد اخويا حيد سير اللهم يسر خوت ان شاء الله احنا سرجينا دابا نبقاو تكملوا معايا الفيديو في السوق ومرحبا بالخوت تزر الباب اسم محمد زروا عندك يشدوا راه عنده الفران ابشر شويه اخويا الله يرحم والديك سير الله يعطيكم الصحه الله يرحم لكم الوالدين سير هزز صافي الله يرحم الوالدين هز هذا هز الله يحفظك خويا شكركم بزاف الخوت الله يرحمكم الوالدين المعاونه ديالكم الله يحفظكم امانه هنا سرجينا الخوت الله يسر الله يدير الخير حياكم الله تحل الباب صح فراني فراني غادي نكملوا معايا الفيديو في السوق دابا الخوت مرحبا بكم ورجه ممتعه بارك الله اللهم بارك الخوت عشرات الخروفات هذو ملاحات اللهم بارك بارك الله حوليات يقول لك سيبه الله يبارك مليح مليح الله يبارك المولى هما اللي كنكسبهم تبارك الله الله يبارك شحال الثمن المرضي شحال اللي شراهم واللي بغى يشريهم الله يبارك فيهم الله يحفظك شحال الثمن 34 34700 درهم الخوت خروفات ملاحات الله يبارك تبارك الله تبارك الله صرات الخروفات مزردة تبارك الله مليح الخوت المليح المليح زين تبارك الله قاعد قاعد لي دراسه قاعد لي دراسه كما سمعتوا 1700 درهم 34000 ريال والمليح الله يبارك تبارك الله والمليح اخويا لا ملاحات تبارك الله يستاهل راسه اسي الصاد راسه خلينا النيميرو المرضي خلينا النيميرو ديالك بغا نمشي مرضي الوالدين 06 06 06 20 43 25 سكنة سكنة سوق الحد سوق الحد بوعقبه اي الله يحفظك ولاد موسى الله يبارك تبارك الله اللي بغا الخوت راه يتصل بالاخ حوليات راه ملاحات تبارك الله انا كاين المليح الله يبارك اصابني شاري خروف اليوم نديهم هادو ما نخليهم الصراحه ديال الله الا ملاح حاجه قروش عليهم حوليات ديال العشقان تبارك الله انا جيت قاعد قاعد الله يبارك الحوليات الحوليات الله يبارك عشرة عشرة كامل عشرة
انا ابنو الله يحفظك الله يستر لكم الله يعاونكم الله يعاونكم ولد عمي اللهم امين الله يرحم فينا امين الله يرحمنا برحمته مليح راه كاين تبارك الله وليات مزردات اللهم يسر بخير ولد عمي بخير الله يحفظك شحال هاد خير المرض 27 و 34 الله يعطيك الصحه الله يبارك كما سمعتوا الخوت 27450 درهم و 4 ب 1500 درهم بارك الله غادي ان شاء الله الكتيبه للعيد اللي بغاه ياك جوج جوي اللي بغاه كاينه تغلب في الدار كاينه السلعه في الدار بحال هذا الشكل هذا بحال الشكل وحسن اي الله يحفظك اللي بغى شي 40 ل 50 سيبه عندك موجوده بحال هذا الشكل ان شاء الله موجوده ان شاء الله الله يحفظك الله يحفظك قول لنا النيميرو ديالك المرض 07 07 71 59 لا عاود النمرة عاود من 07 71 52 59 65 65 بغا هذيك مالت مارت 190 اللي بغاها مارت ياك جملة تبيع الله يبارك الله يعطيك الصحة انا الربح راه شاريها هاد السيمانة الله يحفظك لا سلعة مليحة تبارك الله ندور لها الشمس الله يبارك تبارك الله هذه شحال من راس هذه هنا 11 راس هذه هنا يا الخوت راه فيها 7 مصرية ب 29 وفيها 4 مصرية ب 30 الله يبارك تبارك الله الله يستر لك ولد عمي الله يعطيك الصحة الله يستر لك الأمور السكنة فين خويا؟ تاد لو صافي أي الله يعطيك الصحة الله يعاون خويا المرضي حياك الله خويا بارك الله اللهم بارك هذه خروف بدري صغير الله يبارك انت سوي لها خروف بدري صغير هنا هذه راه المشرى باش شاريين مواليات تبارك الله راه شاريين 45 46 المشرى هنا كاين 2250 درهم 2300 درهم 48 ياك المرضي الله ييسر لكم الامور المشرى 48 الخوص من 45 حتى 48 من 2250 درهم حتى 2400 درهم تبارك الله وهاد الخير هذا تبارك الله راه تيبغي تهلا بحال الدري الصغير الخوص راه يبغي يرد البال مزيان والدواء ويتبع مع السيدي مشي معاه تيوقف والله يسر الله يبارك تبارك الله خيرات تبارك الله الخير لصالح الله يبارك كما سمعتوا الثمن من 45 ل 48 باش شارين هاد الناس هادو غادي يكسبوا الله يستر لهم الامور الله يستر الله يدير الخير وحياكم الله الخوت حلوح كي داير الله يحفظك تباعت هادي تباعت اسي شحال المرضي 30 1500 درهم باش تباعت الخوت هادي اللي بغا خروفه ديال العيد لا خروفه الكسيبه راه هنا في قيم صالح تكون حوليه خروفه ميصله اللهم بارك 1500 درهم باش تباعت هذه ملابيد ديال عيد الاضحى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك تبارك الله كما سمعتوا 1500 درهم باش تباعت التسليعات شحال من راس هذه هنا 19 19 راس اللهم بارك 19 خروفه سرديه الله يبارك تباعت ب 1500 درهم 30000 ريال الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك تحية الكسابة أينما كانوا اللهم بارك الخوت حياكم الله الله يدير الخير ومرحبا بالخوت معنا تسوقوا معنا سوق الفقيه بن صالح الربعاء الفقيه بن صالح تادلا الله يدير الخير الله يستر لك عمي بارك الله اللهم بارك هذه ربع السيستابا العيشين الله يبارك خو يونس كي داير لاباس عليك الله يحفظك الله يبارك فيك القرقاع الله يبارك 10 10 هذو معايا هذو اللي هنا ياك شحال تباعوا خو يونس هذو 65 65 الف ريال واللي بعثوا ليه كساب عطاو 1000 درهم ديال الرباح عطاو 1000 درهم ديال الرباح وما بغاش يبيع الخوت عطاو 100 درهم في الراس مولاه للدار درهم مولا غادي يبغي يكسبها راه باع يونس هو مصطفى خويا راه باعوها ب 65 3250 درهم سلعه مليحه الصراحه 3000 وعز عليك الكاريتي يا مصطفى الله يجازيك بخير الله يعطيك الصحه الكلام اللي بغاش حاجر ولا تقولي مرحبا الله يحفظك خلينا النيميرو يونس خويا اللي بغى بحال هاد الكاليتي هذا الله يبارك قولنا النيميرو 07 77 88 93 47 اي الله يحفظك خويا يونس الله يستر لكم الله يعاونكم الله يحفظك المرضي بخير الله يحفظك خويا هاد الزين شحال خويا 120 المشرى 120 الخوت 6000 درهم تبارك الله الله يبارك
هيا طاوك 4000 ديال الرباح 6200 درهم 6200 درهم الخوت منين ياك خويا والمليح الخروف بدري تبارك الله رشاد الثمن والمليح تبارك الله السلعه هذه راه هي تبغي تهليا الله يبارك الله يسر لك اخويا تحياتي لي الله يحفظك شحال اخا لي محمد شحال ولد عمي 63 تبارك الله 63 الله يبارك 3150 درهم سلعه مليحه تبارك الله اللهم بارك ديال خالي محمد الله يبارك عز علي المليح وعشاق تبارك الله الله يبارك تبارك الله 63000 ريال 3150 درهم اللهم بارك شحال من راس هي هذه 12 راس تبارك الله الله يبارك 12 خروف الله يبارك اللي باغي المليحه الخوت باغي شي حاجه مليحه نيت راه ما فاتش 3000 درهم راه ما يشريش المليح المليح راه بحقه وشغل متعادلة راه مليحة تبارك الله اللهم بارك الله يسر لكم ولد العم الله يحفظك شحال المرضي الثمن خويا شطاو 53 فيهم هذا اللي هذا فيهم هذا هو اللي مرخص هذا الغلام واه ما سمعتوا الخوت عطاهم 53 2650 درهم فيهم في هذا الشيء هذا هو الغلام اخرى كلها مليحه تبارك الله اللهم بارك تبارك الله 53 2650 درهم اللهم بارك تبارك الله الله يسر خالي ميلودي الله يسر ليك الله يحفظك خالي ميلودي شحال قلت لي المرضي شحال خويا 34 و500 اللهم بارك 34 و500 1725 درهم حوليه بدريه هذه الله يبارك لا لا المليح الله يبارك يعطيك الصح حوليه ميصلات تبارك الله اللهم بارك بارك الله بارك الله كما سمعتوا 34 و500 1725 درهم مليح الله يبارك الله يسر لك المرضي حياك الله بارك الله الله يبارك خويا زريقه بخير الله يحفظك الله يبارك فيك شحال خويا المرضي 37 و500 الله يبارك تبارك الله 37 هذه قزاريه ولا ديال الكسيبه ولا اللي بغى يكسب اكسيبه لا نص تقريبا نص تقريبا فيها السمينه 37 و500 37 و500 الخوت هذه خروفه غليظه 1875 درهم 37 و500 الله يبارك تبارك الله خروف انا راه موجوده مليحه تبارك الله هنايا في اللعب هذه في حين صالح هذيك هي اللي فيها الحبوبه بوحدها الله يحفظك خويا صافي بيسيلين هذيك الله يبارك والله يسر الامور حياك الله خويا